الاسباني، وكان دينامو زغرب حل في المركز الثاني والوحده في المركز الثالث. تيكالي هرب، تيكالي ممكن كوره، ممكن جول، الله اصحاب السعاده مع البدايه يا بيسيرو، ما عندك الا تيكالي، تيكالي 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 هو اللي يبداها، هو اللي يبدا التسجيل في المرمى البرتغالي، لقب الهداف، هو الهداف الان يسجل في مرمى البرتغالي هدف اول. تيكالي يقاتل، تيكالي يقلص الفارق ما بينه وما بين اسموان جان، هدف اول في المباراه ياتي في اخر 5 دقائق من نهايه شوط المباراه الاول. يستطيع الان تيكالي الى رفع رصيده الى 21 نقطه، 21 نقطه، 21 هدف، 21 هدف يا تيكالي. اذا هدف اول، البحث عن هدف ثاني الان. اتياس، اتياس لمسه خطيره الى عادل، عادل الى عمر يرسلها عرضيه، كره خطيره، تيكالي يرتفع الى 22 هدف في دوري الخليج العربي. لكن اللمسه كانت حلوه، كانت حلوه من عامر عمر، وبعد ذلك الكره عرضيه خلصها تيكالي، سجلها تيكالي، كره وصلت، الفرحه اكتملت، سجل تيكالي، اتى بهدف المباراه الثاني في مرمى العجماني. الله يا تيكالي، الله، الله يا اصحاب السعاده، الله يا اصحاب السياده. اثنين اتمنى فيها تصحيح كل الامور الخاطئه، هنا الكره بالراس لكن الكره بتتخلص، تتخلص وصلت لحمدان الكمالي، حمدان ممكن يمر، حمدان ارسل عرضيه خطيره، تيكالي يا الله يا تيكالي، اترك يا تيكالي الثالثه بتوقيت اصحاب السعاده، يا تيكالي بتوقيت اصحاب السياده، يا علي ربيع بتوقيت تيكالي، ثلاثه اهداف كامله، هاتريك هاتريك هاتريك، ويقترب الان اكثر فاكثر من اسموان جان. لاحظ حمدان الكمالي ارسلها تيكالي عالطاير، عالطاير، يعني تحب الكره يا جماعه، تحب، تحب الليله، تحب، وبالتالي بالتاكيد يعني تذهب لمعانقه الشباك. تيكالي يسجلها في مرمى العجماني، هدف ثالث لمصلحه اصحاب نادي عجمان. كلمة في هذه المباراة، بكاري هدف تقليل الفارق، يا بكاري كوني يسجل هدف يقلل من خلال الفارق، هدف صنعها وبكاري أرسلها، هدف يقلل الفارق لمصلحة نادي عجمان في هذه المباراة. لاحظ الانطلاقة كانت من سيمون، من كابي، وبعد ذلك هدف في المرمى، والله سيمون، سيمون ارسلها، بكاري اسكنها الشباك، هدف للبرتقالي، هدف يقلل الفارق لمصلحة عجمان. بكاري كوني جول عجمان تيم، جول لاعب نمبر 41 بكاري كوني. اذا هدف العميد يستفيد من المباراة ويسجل الهدف الثاني ليتحصل على 3 نقاط مهمة. كرة، الله لتيكالي، السوبر، سوبر هاتريك يا سوبر، الله يا تيكالي، رأسية تيكالي، هدف رابع، هدف رابع للاعب سيباستيان تيكالي اللي يسجل الان هدف رابع. الله الله الله، على هروب، على رأسية حلوة.
تامينة. الآن خبر عاجل، خبر عاجل، تيجاني يعادل رقم أسمو أتيان، 24 هدف مقابل 24 هدف، والحسابة بتحسب يا تيجاني، الحسابة بتحسب يا أصحاب السعادة، أربعة أهداف كاملة يذهب تيجاني باتجاه لقب.